لا تستعملون لأنه عدنا في الطريقة جديدة بالاختبار. السلام عليكم مرة ثانية، بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم لمادة الأجهزة الطبية للمرحلة الثانية، محاضرة بخصوص جهاز الإلكترونيك بالانس جروب A. الميزان الإلكتروني أو الإلكترونيك بالانس، الميزان أو الإلكترونيك بالانس، الأغلبية بالبيت عندكم هسه موازين مال وزن الجسم عندكم لو لا؟ نعم دكتور. ميزان وزن الجسم. الميزان اللي عندكم بالبيت الكتروني، ميزان من هذا الميكانيكي القديم. هذا دكتور إلكتروني. جيد، الكتروني إلكتروني دكتور. الكتروني. والاغلبيه من عندكم شايفين الميزان اللي هو اللي يسموه التوبان اللي عند اهل المخضر. فكرة الميزان مرتضى الساعدي، إذا تقدر تعطينا فد فكرة عن الميزان اللي موجود عن عند أهل المخضر، اللي هو التوبان، اللي هو الكفتين، ميزان الكفتين. صباح الله بالخير دكتور. الله ميزان بالخير وبيك. الكفتين بجانبين، جانب يوضع به الوزن وجانب يوضع به المقدار اللي يحتاج قياسه، بالضبط يعتمد على بالضبط، التوازن بيناتهم. يعتمد على التوازن ما بين الشغلتين. قضبان حلزوني وأكو قضبان عداد رقمي وأكو نعم القضبان الثاني اللي هو إلكتروني. جيد، شكرا شكرا مرتضى. طلاب، بس ملاحظة، بعد ربع ساعة ونغلق الدخول للمحاضرة والخروج من عندها، يعني خلي يكون بعلمكم. فاللي راح يخرج من المحاضرة حتى يتجنب الأسئلة بعد ما راح يدخل مرة ثانية. الميزان هسه اللي ذكره مرتضى، ذكر أنه هو دي يعتمد على كفتين، وإحنا نحط الوزن في كفة ونحط الشيء اللي نريد نقيسه بكفة ثانية. اللي دا نحطه بالكفة اللي خلينا نقول اليمين، اللي هو المعيار أو العيار، هو وزن متفق عليه عالميا اللي هو الكيلوغرام. الكيلوغرام هو وزن، كمية محددة، كتلة محددة، معيارية اتفقوا عليها العلماء بالوحدات القياسية الاس اي يونت، مكونة سابقا كانت تعادل كمية محددة من سبيكة. فالسبيكة، خلينا نشوفكم إياها، هاي سبيكة الكيلوغرام. سبيكة محددة الوزن، محفوظة بداخل حجرة تمنع عنها التغيرات الجوية. هي هاي السبيكة اللي يعايرون عليها كل أوزان تقريبا العالم. أكون صنعت من عندها تقريبا 22 نسخة وتوزعت للعالم، والعالم يوازن عليها، بحيث الكيلو اللي توزنه بالعراق المفروض نفس الكيلو اللي توزنه بغير دولة. فهاي الكيلو المعياري. حاليا الكيلو المعياري تغير من سبيكة إلى معادلات حسابية تعتمد على ثابت بلانك وغيرها حتى يحسبون ايش قد الوزن، قوة الكيلو الحقيقية، الفورس اللي دي يسلطها. هاي السبيكة كانت مصنوعة 90% من البلاتينيوم، 10% من الراديوم إلى آخره. تغيرنا حاليا إلى الحسابات المبنية على الرياضيات اللي هي أثبت بالوضع الحالي. فنجي نسأل سؤال ثاني. الوزن، عفوا الويت، هل هو فورس أو هو بروبرتي خاصية من خواص المادة؟ إبراهيم ميثم، إبراهيم أحمد جاسم، نعم دكتور. إيه أحمد، شنو الويت؟ ما هو الويت؟ أستاذ إبراهيم ميثم، يعني
إبراهيم ميثم. إبراهيم نعم ميثم جاوبتني، جاوبني على هذا السؤال اللي سألته. دكتور، هو خاصية من خواص المادة، تقاس يعني بالوزن. شكرا شكرا إبراهيم. أحمد، نعم دكتور. أحمد نفس السؤال، دكتور، هم هو خاصية من خواص المادة يعني؟ خاصة من خلاص. براق، براق حيدر، دقيقة زيد رفعت إيدك. براق اسمعيني، أعتقد براق، براق حيدر، محمود صالح. إي زيد رفعت إيدك. دكتور، هو خاصية لأن شو اسمه، لأن هو مثلا نقول نفس هذا الكيلوغرام إذا كان بالأرض نضربه في شو اسمه الجاذبية الأرضية راح يطلع وزنه، بينما إذا أخذناه للقمر دكتور راح يخف وزنه. دكتور شكرا 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 زيد. اللي ذكرته انت صحيح، بس شويه صارت عندك المصطلحات شويه متراكبه. الصراحه الكتله هي الخاصيه، الماس. الماس هي، خلينا نرجع هنا، الماس هي الخاصيه، الماس الكتلة الأغلبية تعرفها، هاي خاصية من خواص الجسم، هاي الكتلة ثابتة وين ما كانت، سواء كانت على القمر سواء كانت على الأرض، الكتلة مالتك هلقد. الوزن اللي هو الويت، هذه فورس، قوة. إيش قد كتلتنا تسلط قوة على الأرض، وش قد الارض ده تعاكسها. الويت هو اللي ينضرب بالتعجيل او الجاذبيه، التعجيل الارضي. فلهذا تشوفون الوزن مالتكم يختلف بالقمر عن ما هو بالارض بسبب اختلاف التعجيل، بينما الماس الكتله ثابته، ما راح يعني كتلتك تصغر من تروح على القمر، لا وزنك يقل لأن الجاذبية هناك أقل والتعجيل هناك أقل. فالويت هو فورس، هو قوة تتجه للأسفل. قوة، لنفرض عندنا هذا الشخص، فالقوة بهالشكل، هذه قوة الكتلة مالتك ايش قد تسلط على الأرض، وعندك الأرض ايش قد تعاكسها بالمقدار، هذا الفورس. فإذا نجي على الإلكترونيك بالانس، أو البالانس اللي الأغلبية عندنا بالبيت، أو البالانس اللي عند البقال وإلى آخره، اللي دا نسويه إحنا إنه إحنا دا نحط الكفة الأولى والكفة الثانية، هنا دا نخلي كتلة معيارية، وهنا دا نخلي لنفرض التفاحة مالتنا الوزن، وهنا طبعا عندنا بيم يقول لنا ايش قد وصلنا للإكوليبريم، وصلنا للتوازن لو لا. لو فرضا هاي التفاحة وزنها 100 غرام، فإحنا نحط هنا 100 غرام راح نوصل لمرحلة التوازن. حطينا 150 غرام الكفة راح تميل للمعيار، حطينا 80 غرام الكفة راح تميل للتفاحة وإلى آخره. نفس هاي الفكرة تستخدم من آلاف السنين، من 4000 سنة 5000 سنة، عد الحضارات السابقة، الفراعنة الآشوريين إلى آخره، بنفس الفكرة. كانوا يعتمدون، ما يعتمدون الوزن المعيار اللي هو الكيلو اللي احنا دا نحكي عليه حاليا، كانوا يعتمدون الحصى أو حبات الخردل. حبات الخردل وزنها وشكلها ثابت، فيعتمدوها، ويعتمدون حصى معينة حجمها وشكلها ثابت يوزنون بها الأشياء اللي يريدوها. هذا الميزان القديم اللي هو ذو الكفتين، أو الميزان الميكانيكي. ولحد الآن التطور اللي وصلنا للميزان الإلكتروني، اللي هو الأغلبية شايفين مثلا عده للأكل، هذا اللي هو الميزان ذو الكفة الواحدة،
هذا الميزان الكتروني بشاشه وبان وحده تحط عليه، عده للذهب اللي شايفيه او عده اللي يطبخون بالبيوت، اللي مثلا جماعه الحديد وغيرها يشتري ميزان الكتروني ويخلي يوزن عليه الاكل اللي يريد يطبخه. طلاب البورد واضحه عندكم؟ نعم دكتور واضح. نعم واضح. واضح جيد. خلاص احنا عرفنا الفرق بين الماس والويت. احنا هنا الميزان يقيس لنا ويت، ما يقيس لنا ماس. بس بما انه احنا التعجيل الارضي يعني واحد، فالماس هي نفسها الويت على الارض، ونعبر عنها نوبات بنفس المصطلح حتى عد المقاييس. فالميزان الالكتروني غالبا يسموه سكيل وليس بالانس. بالانس من توازن، سكيل هو معيار او مقياس، ويت سكيل مقياس الوزن، معيار الوزن. ف هذا اسمه، يعني مو شرط تلقون الكترونيك بالانس، يجوز تلقون سكيل، كلمه سكيل. نجي على الملزمه. الكترونيك بالانس It's a medical instrument. هنا شوية عندنا خطأ، هو مو جهاز طبي، هو جهاز لقياس الوزن، يعني ما له علاقة بالطب. الاناليتيكال بالانس، هذا الاناليتيكال التحليلي، هو جهاز مختبري، لاب لابراتوري انسترومنت، أداة أو جهاز مختبري وليس طبي. الأجهزة الطبية هي الأجهزة اللي تتعلق بالمريض وعفوا بالإنسان وأمراضه وطرق علاجه، فهذا مختبري لما يتعلق مباشرة بالمريض. نعم. مو هو هذا نفس اللي يقيسون به الأطفال من يجون يعني جدا؟ نعم دكتور، الأطفال أول ما يجي الطفل للدنيا أشوفهم يحطوه على الميزان. صحيح صحيح، هذا استخدام من استخداماته، نستخدمه لقياس وزن الأطفال عند الولادة، اللي هو البيبي سكيل يسموه. نعم صحيح، بس احنا هنا اللي راح ناخذه هو الاناليتيكال بالانس، يعني بالمحاضرة هاي مالتنا عفوا الميزان التحليلي، الميزان المختبري اللي نستعمله على مود نوزن المواد قبل لا نخلطها في التحاليل بالصيدلة بجامعة الكيمياء، من يوزنون أجزاء الغرام. هذا الميزان اللي راح ندرسه اليوم. instrument used for measuring weight. The weight wanted to be measured in laboratories في المختبرات are usually chemicals، هي غالبا مواد كيميائية، and sometimes specimens، عينات. The unit used in all balance is the metric unit، غالبا أو دائما نستعمل المتريك يونت أو الاس اي يونت، اللي هي الكيلو غرام والغرام وإلى آخره، نزولا أو صعودا أجزاءها. This meaning that balances uses grams, milligrams, micrograms, kilograms وإلى آخره. Decigrams اللي هي العشرة غرام. All balances can be grouped within two categories. They are room balance. Room balance هاي الكلمة خاطئة. والاناليتيكال بالانس الصراحه لا، كل الموازين نقدر نخليها بتو كاتيجوريز، الاولى الميكانيكال، ميكانيكال والالكترونيك. الميكانيكال والالكترونيك، الميكانيكال اللي هي شرحناها الميزان ذو الكفتين، وأشكالها متعددة جدا، منها النابض الحلزوني وإلى آخره، تأخذتوها بالخامس أو السادس. والإلكترونيك اللي هو يعتمد على معدات إلكترونية تختلف من جهاز إلى آخر، غالبا هو يكون ميزان ذو الكفة الواحدة. والميزان الإلكتروني بتقسيمات،
بالمايكرو بالانس بالاناليتيكال بالانس والى اخره. فهذا التقسيم شويه خاطئ. الميكانيكال بالانس نعم الدقه مالته قليله غالبا لحد الاجزاء ال 0.01 غرام او اكثر او اكثر. هذا الميزان الالكتروني are either full mechanical or electromechanical system. يعني غالبا هي احنا دا نحكي على الميكانيكال سيستم. الاناليتيكال بالانس او الالكترونيك بالانس الدقه مالته accuracy of 0.001 غرام or less، يعني من الاجزاء الغرام او اقل من عندها. الميكانيكال ما يقدر يحقق لنا هالشيء هذا، فهو الكترومغناطيك او الكترونيك سيستم، الكترونيك اور الكترومغناطيك. الكترومغناطيك اجزاء الكومبوننتس مات، اولا البان اللي هي بالتاكيد اللي راح نوضع عليها الاشياء اللي نريد نقيسها، بيم، موفبل ويت، ريدنج سكيل، بوزيشن الى اخره. خلي نعبر هذا الحكي ونجي نشرح. اولا الميزان الالكتروني الميزان الالكتروني بالميزان الالكتروني نستعمل، احنا تونا قلنا الوزن هو شنو؟ الوزن شو الطلاب؟ فورس. فورس الوزن هو فورس. فحتى نقيس الفورس شو نحتاج؟ سمات سمعت ويانا؟ نعم دكتور. سمعت أدري الكل نعسانين بس مويت. لا دكتور بعيم شوي. جيبوا قلاص شاي ودنسولف يعني. إيه سمعت؟ دكتور والوزن القوة تسلط على الأرض قوة كتلة. نعم. فنحتاج قياس يعني أدوات يعني الكترونية حساسة إذا نعم. أقل من 0.1 جرام. زين أكو فد واحد عنده فد فكرة أفضل؟ زينب عادل؟ زينب؟ زينب عادل عيدان؟ زينب عادل عيدان آخر مرة أصيح اسمك قبل لا تطلعين من المحاضرة. زينب عادل مو يعني. خلينا نغلق الحضور. دكتور وين رابط؟ أنا عم سجل حضور. لا مو رابط الحضور. مرابط الحضور، الحضور يتسجل إلكترونيا. أغلق الدخول للمحاضرة. جاي فاهم الأستاذ يفوت ويسد الباب وراء نفس الفكرة. بس خلينا نطلع زينب من المحاضرة. نرجع حتى نقيس الوزن نحتاج نقيس ايش قد الوزن حتى نقيس القوه نحتاج نقيس ايش قد القوه المعاكسه لها. فاحنا بالميزان ذو الكفتين احنا بس مجرد نخلي قوه من هالجهه هذه والقوه الثانيه من هالجهه والقوه الثانيه معروفه القوه الاولى مجهوله. من يتوازنن قاف واحد تساوي قاف اثنين نعرف انه حاطين احنا واحد كيلو اذا الوزن واحد كيلو. انتهت. احنا بس مجرد نقيس
هذا الحضور الإلكتروني اللي يسجل نقيس القوة المعاكسة. فبالإلكترونيك بالانس حتى نقيس القوة اللي إحنا دا نسلطها نعتمد على فد شيء اسمه لود سيل. لود سيل خلية الوزن. خلية الوزن هذه مصطلح عام لطرق قياس الوزن أو حساسات قياس الوزن أو خلايا قياس الوزن. خلايا قياس الوزن أكو من عندها النيوماتيك الهوائية وعندنا الهيدروليك وعندنا السترينجيج وعندنا الكاباستنس. تقريبا اربع انواع من اللود سيلز المستخدمه في اغلب تطبيقات الالكترونيك بالانس. احنا دا نحكي لحد الان عن الالكترونيك بالانس كلهن او النيوماتيك والهيدروليك تقريبا تعتمد على نفس المبدا. عندنا هنا بان نخلي عليها الوزن المفروض تفاحة يعني نخلي النيوماتيك. وهنا عندنا بالنسبة للهيدروليك وبالنسبة للنيوماتيك اللي هي الهوائية عندنا هنا أنبوب وهنا عندنا جيج وهنا عندنا كومبريسر. كومبريسر بحالة الهواء نضغط هواء نمرر هواء. الهواء المضغوط هنا خلينا نقول فد 20 بي اس اي مثال هو يعني ضغطنا هواء معروف ايش قد الضغط مالته 20 بي اس اي. من راح نسلط قوه هنا راح تجي من التفاحه راح يزداد الضغط داخل هاي الحجره المغلقه اللي احنا سويناها من انابيب. هنا عندنا هذا المقياس دا يقيس حاليا 20 لنفرض بدون التفاحه يقرا 20 بي اس اي اللي هو 0 غرام. من خلينا الوزن راح يزداد الضغط الى 21 بي اس اي ولنفرض هو صار 100 غرام. دكتور هو كلما زاد وزن الجسم زادت قوه الجاذبيه؟ لا الجاذبيه قوتها ثابته بس من تزداد كتلتك ينضرب بالجاذبيه فيزداد وزنك. الجاذبية ثابتة. الجاذبية الأرضية تعجيل الجاذبية الأرضية ثابت 9 something يعني. فإحنا هنا هاي التفاحة راح تضغط على الهواء اللي هنا. الهواء عندنا أصلا مضغوط بنسبة معينة راح يزداد الضغط راح يقرأنا المقياس السكيل راح يقرأنا قراءة أكثر وهذا الشيء راح يخلينا نحتاج معايرة للميزان لكل فترة. بنفس الفكرة الهيدروليك بدل ما نضغط هنا هواء نضغط هيدروليك فيكون عندنا هيدروليك هنا الهيدروليك مضغوط بقيمة معينة والوزن من ينزل على من اكو احد رفع ايده. لا احنا ثواني بس خلينا نشوف احمد هادي. احمد هادي لا نرجع المحاضرة. الهيدروليك بنفس الفكرة نضغط هيدروليك بكمية معينة بداخل الدائرة نقيس ما قبل الوزن ونقيس ما بعد الوزن ونعرف ايش قد صار عندنا الوزن. ذن الطريقتين
تستعمل بقياس الأوزان الكبيرة إلكترونياً. نستعملها بقياس الحمولات الكبيرة مثل اللوري مثل إلى آخره، أو السيارات وإلى آخره. هذه النيوماتيك والهيدروليك. تبقى عندنا طريقتين للأشياء الدقيقة، واحدة من عندها سترين جيج. من يعرف السترين جيج شنو؟ خلنا نسألكم شوية. سجاد علي رحيم، شنو السترين جيج؟ سجاد علي رحيم، ما هو السترين جيج؟ سجاد علي رحيم للمرة الثانية قبل لا تطلع من المحاضرة. خلينا نطلع سجاد لأن الظاهر نايم، خلينا نكمل نومته. ضحى حيدر. نعم دكتور. اي ضحى، شنو السترين جيج؟ ما اعرف. شكرا شكرا ضحى. عبد الخالق، عبد الخالق علي شبوط. عبد الخالق شنو السترين جيج؟ عبد الخالق. نعم دكتور وياك. عبد الخالق شنو السترين جيج؟ ما هو السترين جيج؟ والله دكتور ما اعرف. اوكي شكرا. خلينا نجي على السترين جيج. هذا السترين جيج، السترين جيج هو جهاز او مقياس نقيس به مدى السترين على فد عنصر معين. الفكره من عنده ملخصها هو مقاومه متغيره تتغير مع الشد، مقاومة تتغير مع الشد، ما تتغير عفوا مع الضغط، تتغير مع الشد. فلو عندنا احنا يعني سبيكة معينة ونخلي عليها السترين، السترين جيج، هذا هنا أنا فلات اوف سترين جيج، ومربوطة طبعا بدائرة الكترونية. طيب من تنحني هذه السبيكة لنفرض بهالشكل هذا، من تنحني السبيكة للأسفل نسلط عليها ضغط بحيث تنحني للأسفل، هذه المقاومة قيمتها تتغير. المقاومة قيمتها تتغير، من تنحني للأعلى أيضا قيمتها تتغير. فمن نجي نريد نقيس وزن بالسترين جيج، نخلي اللود سيل اللي هي من السترين جيج اسفل البان، ونخلي البان من تنزل تضغط عليها، فراح تتغير قيمة السترين جيج، وراح نقدر نعرف ايش قد مقدار التغير. السترين جيج بما انه هي مقاومة متغيرة، فاحنا نقدر نستعمل فد شيء اسمه قنطرة ويتستون. قنطرة ويتستون، من يذكر قنطرة ويتستون؟ عبد الله حيدر. موجودة بالحضانة. موجودة بالحضانة صح. عقيل، عقيل حميد نوري. نعم دكتور. ايه عقيل، تذكر السترين جيج؟ دكتور بس عيدها. ما هو السترين جيج؟ عفوا عفوا السترين جيج، الويتستون بريدج.
قنطرة ريدستون. آسف رحت على السترين. دكتورة بالحاضنة موجودة. إيه شو سوى قنطرة ما ريدستون؟ أذكرها بالضبط والله. زهراء علي فاضل. نعم دكتور. دكتور هي موجودة بالحاضنة، تقيس المقاومات. تقيس المقاومات. شكرا زهراء. سمات. نعم دكتور، وتصميم رباعي للمقاومات تقيس بالفولتية من خلاله، وهناك شكرا. مقاومة تتغير بالتغير درجة الحرارة. شكرا شكرا جزيلا. مرتضى الساعدي. مرتضى دكتور هذه قنطرة ويتستون تربط بدائرة، أي. الدائرة بها جهتين، تقيس التيار بين هاي الجهتين، فرعين نعم بها نعم يوازن بين هذا الفرع وهذا الفرع. نعم شكرا شكرا. أثناء الحديث استنتجت قبان جديد، يعني اللي هو بعدها بيهجي. القبان مال البناء، قبان المائي، اي ممكن الربطة شلون قبان ذي الكفتين، نعم ويكتب عليها تدريجات هو نفسية القبان المائي. نعم يعني نقيس عمود المي. بالضبط، يعني إذا راح على اليمين أكو تدريج إيش قد بيها إيش قد الوزن صار، إذا وإذا من هنا نفس الحالة، الوزن هذا يقيسه الوزن هذا الثاني. تقدر ترسمها من يمك عندك، تقدر تفتح جي بورد وترسم لو ماكو هاي الخاصية من الطالب. أوكي راح أرسمها أنا على الشفاف تحكم. ممكن ممكن بين ما ترسمها أوكي. بين ما ترسمها خلي شوية نسولف على قنطرة ويتستون. قنطرة ويتستون هي دائرة كهربائية لقياس قيمة مقاومة مجهولة. تشكيل رباعي مثل ما ذكرت السمات. ذن المقاومات معلومة R1 R3 R2، هنا أعتقد الـ RX اللي هي غير معلومة. المهم فنقول إنه هاي مال المقاومة اللي عندنا الغير معلومة. هنا عندنا المقاومات لنفرض 10 أوم 10 أوم 10 أوم، وهاي المقاومة الغير معلومة. نجهز فولتية للدائرة وبعدها نقيس الفولتية من المنتصف. نقيس الفولتية من المنتصف. نعم بس خلينا نشوف منو اللي طلاب ما حد راح يدخل للمحاضرة إلى أن يبدي المحاضرة الثانية اللي هي تبدي أعتقد 9:30. شفتوا انتوا الشغلات اللي نزلت اللي هي الجدول والرفرنس والسيلبس. 9:30 ان شاء الله ينفتح الدخول مرة ثانية للمحاضرة. الكيلوغرام خلصنا من عند الانترناشنال. هذه الكيلوغرام مرة ثانية. هذا الجروب مال الاساتذة. هاي قنطرة ويتستون. نعم. ونقيس الفولتية من المنتصف. لما راح تتغير عندنا قيمة المقاومة راح تتغير عندنا الفولتية، وهذا التغير طردي مع تغير قيمة المقاومة، فنقدر نعرف من خلاله نقيس بدقة شقد قيمة هاي المقاومة. ليش موجود بالحاضنة؟ بالحاضنة عندنا مقاومة تتغير بالحرارة. تصعد وتنزل، فالمقاومة من تتغير راح نقدر نقيس الحرارة شقد. ليش موجودة بالموازين؟ لأن عندنا مقاومة تتغير مع السترين الشد، تصعد وتنزل، راح نقيس من خلالها الوزن. هذا استعمالنا لقنطرة ويتستون اللي الأغلبية ذكرت أنه هو موجود بالحاضنة، بس ما ذكروا ليش موجود بالحاضنة. نرجع السترين جيج.
فالسترين جيج عندنا راح يكون تشكيل رباعي. للمقاومات مع مقياس هنا دقيق، وهنا عندنا سترين جيج يتغير، ونقيس ايش قد تغير هذا، معناتها ايش قد تغير عندنا الوزن. السترين جيج او اللود سيل مال سترين جيج تقريبا صاير هيك شكلها، داخلها تجويف والسترين جيج موجود هنا وهنا، والبان موجودة اوفر هير. البان تضغط على هاي الجهة تسبب لنا انحناء وشد وتغير بالسترين جيج. من خلالها نعرف احنا ايش قد التغير عندنا بالوزن صار من الصفر الى الوزن الحالي اللي خالي. عندنا اخر نقطة اللي هي الكاباسيتنس. دكتور بس عندنا المقاطع والسترين جيج بصورة عامة مو جاهز قياس الضغط يعني؟ لا، السترين جيج هو اداة او عفوا دائرة كهربائية لقياس مقاومة متغيرة من ضمن مقاومات معلومة. بس احنا دا نستعملها لقياس اي شيء نريده متغير. استعملناها لقياس الحرارة، استعملناها لقياس الوزن، ممكن نستعملها لقياس الضغط، من عندنا مقاومات تتغير مع الضغط والى اخره. قنطرة كهربائية لقياس المقاومات. شكرا عبد الله. نرجع على الكاباسيتنس اللي بقى عندنا اخر نوع من انواع اللود سيل. الكاباسيتنس مثل ما تعرفون انتو الكاباسيتر هي قطبين، عفوا معدنين موصلين وتنخزن بيناتهم شحنة. هنا هذا مصدر بلس ماينس، هنا عندنا تنخزن شحنة نيجاتيف، وهنا عندنا شحنة بوزيتيف. والكاباسيتنس مال هاي الدائرة تنحسب بمعادلة معينة. فاحنا نعرف لنفرض سعة هاي المقاومة حاليا 50 مايكرو فاراد. اللي حيصير احنا عندنا السكيل او البان راح تغير لنا من المتسعة هذه، يعني هاي متسعة متغيرة غالبا المتسعة هيك رسموها متسعة متغيرة مع الوزن. هاي المتسعة اما راح يتغير المسافة ما بين القطبين فتتغير السعة مالتها، او يتغير طول القطبين فتتغير السعة مالتها. وبالتالي احنا راح نقيس سعة الكاباسيتنس ايش قد ما قبل الويت وما بعد الويت، وراح نعرف الدلتا بالكاباسيتنس، راح نعرف ايش قد الوزن. هاي اربع انواع كانت للالكترونيك بالانس. طلاب هذا الشرح جدا مهم، يعني هذا الشرح ما اريد احد يجي بنهايه السنه ويقول، او عفوا بامتحان الفصل الثاني ويقول انا ما دا اعرف شيء، او هذا الشيء ما ماخذي بالملزمه. هذا الشيء انا دا اشرحه، تمام؟ هذه كانت لحد هنا عندنا. اي مرتضى؟ نعم دكتور. سوي رايز هاند، عندك شيء او بالكاميرا؟ طلاب دا تشوفون اللي دا يعرضه مرتضى؟ نعم دكتور. اي فشي يعني بسيط الى يعني
هذا قضبان المائي اللي يستخدم بالبناء. نعم. جانبي يعني جانب الأيمن كفه والجانب الأيسر كفه. نعم. تدريج الوزن وقاعدة بالوسط بسنتر. نعم. يعني بالسنتر مالته تثبت. لطيف. فافتهمت الفكرة طلاب. طلاب يقصد انه احنا ناخذ الليفل مال المي. اعتقد اللي اعتقده انا ما اعرف مقدار التغير اللي حيصير بالفقاعة المائية ما نتناسب بشكل طردي مع الوزن. هذا اللي اعتقده. بس يعني مثلا انت بالميزان العادي صح انت راح تحط 100 غرام هنا وتفاحة وزنها 110 غرام هنا، اللي راح يصير ان التفاحة راح تميل، بس عندك ال 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 البيم اللي بالمنتصف يعطيك ايش قد مقدار الزيادة. شايفين الموازين مال اهل المخضر؟ اي نعم. ايه البيم اللي بالمنتصف يعطيك ايش قد مقدار الزيادة عن الوزن اللي انت حاطه بالكفة الثانية. الفكرة كلش حلوة، وبالضبط هي مثل فكرة الموازنة بين كفتين، بس تعتمد على فقاعة هوائية بداخل قبان مائي. هاي الفقاعة نعم ممكن نحقق بها توازن، راح نقدر نحقق بها إكوليبريوم. فكرة لطيفة كلش. بس هل راح نقدر نقيس بها مقدار التغير؟ الله أعلم، ما أعرف، ما أقدر أعطي أي معلومة إضافية. فكرة كلش حلوة، عشيدك مرتبة. عيدك دكتور. خلينا نرجع لل نرجع لمحاضرتنا. شكرا مرتضى، مداخلة لطيفة شارك. هذه كانت الأجزاء ومكونات الإلكترونيك بالانس. الفكرة كلها تعتمد على اللود سيل. اللود سيل مالتك شنو؟ باقي أجزاء الجهاز شنية؟ غالبا هي بان، وكل إلكترونيك بالانس مكوناته تختلف حسب ما موجود بداخله من لود سيل. فلو عندنا النيوماتيك بالتأكيد البالانس راح يكون مكون من كومبريسر وبرشر سنسر ودائرة من صوندات وبواري وغيرها حتى نوازن الضغط الهواء. ساعة بيش تقريبا هسه؟ 29 دقيقة. 29 دقيقة. خلينا نفتح شوية الحضور. جيد. هذا شان عندنا الإلكترونيك بالانس. How electronic balance works. كيف يعمل الالكترونيك بالانس؟ شوي نسوي لكم زوم ان. The quickest way to understand the principle of how electronic balance work is first to understand how they are constructed. There are two basic types of electronic balance design: electromagnetic balance والelectrical resistance wire type load cell balance. هنا أنا هاي المعلومة شوية يعني مو خاطئة تماما، بس أكو نوعيتين: الelectromagnetic balance والload cell balance. اللود cell اللي هسه وحكينا عليه، الelectromagnetic بعدنا ما شارحي. فهاي النوعيتين. These are based on completely different principle. بالتأكيد ذني مبنيات على مبدأ مختلف تماما. هذا اللود سيل بناء على اللي شرحناهن، والإلكترومغناطيك بناء على اللي راح نشرح إن شاء الله. But what they both have in common is that they neither directly measure mass. اثنيناتهم ما يقيسون الكتلة بينما يقيسون الفورس. هذا اللي حكينا عنه. ده نقيس احنا ايش قد القوة المسلطة بحيث تتغير لنا الكاباستور، ايش قد القوة المسلطة بحيث تتغير لنا السترين جيج، ايش قد القوة المسلطة بحيث تتغير لنا ضغط الهواء او ضغط الهيدروليك. فاحنا ده نقيس القوة. القوة التي تتجه للاسفل او توجه البان للاسفل. This force is converted to an electrical signal and displayed
on a digital display. تتحول إلى إشارة كهربائية ومن ثم DSP يعالج لنا الإشارة وتنعرض لنا على شاشة LCD صغيرة تقول لنا إيش قد الوزن. As a means of measuring force, the electromagnetic balance method utilizes the electromagnetic force generated إلى آخره. خلينا ندوخكم بهذا الحكي، خلينا نشوفكم شلون يشتغل الالكتروماغنتيك بالانس. الالكتروماغنتيك بالانس جاي الفكره مالته من انه احنا وزن المكعب هذا اللي هو وزنه 1 كيلوغرام ده يسلط فورس للاسفل هاي البان، هاي القوة المسلطه للاسفل. احنا عندنا البان الثانية هاي فيرتشوال بان افتراضية، واحنا عندنا بيم ايضا فيرتشوال، هنا الصفر وهنا التدريجات. الفكرة انه احنا من اكو قوة لتتسلط هنا الماس الكتلة مالتها 1 كيلوغرام، ايش قد راح نحتاج فورس نسلطها بالاتجاه المعاكس حتى نوازن الميزان يوصل مرحلة الصفر. فعندنا غالبا الموازين الالكتروماغنتيك بالانس غالبا تكون بها بان بهالشكل هذا، وهنا ليفر الذراع، هنا هاي البان تقول هنا هاي مقطع من فوق هاي الليفر، وهنا عندنا فد شيء الكتروماغنتيك فورس، فد شيء ولد لنا قوه مغناطيسيه جايه من محاث والى اخره ودائره كهربائيه يولد لنا قوه رفع مغناطيسيه. هذا البان تضغط انت للاسفل راح ترتفع هاي الليفر. خلينا ناخذ شويه كروس سكشن، ناخذ الكروس سكشن هاي البان. دقيقة احنا اوكي فتحنا التسجيل ايش عجبني اوكي هذا كروس سكشن، هاي عندنا الليفر اللي هي باللون الاحمر، وهذا عندنا الالكتروماغنتيك اللي راح يولد لنا القوه. احنا من عندنا البان والويت يتجه للاسفل اللي حيصير انه هاي الذراع راح تتجه للاعلى، طبعا يعني مو بهالمقدار هذا بمقدار بسيط راح تتغير تتجه للاعلى. اللي راح نحتاجه احنا ايش قد هذا المولد المغناطيسي ايش قد راح يحتاج كهرباء تيار حتى يولد قوه مغناطيسيه تعاكس القوه اللي سلطها هذا الوزن بحيث ترجع لنا اياه للمقدار الصفري. احنا اللي صار عندنا بما انه هذا ارتفع تغير السكيل صار لحد هنا، احنا نريده يرجع للصفر او ينزل، طبعا لا احنا نريده يرجع للصفر. فايش قد راح نحتاج تيار كرنت على مود هذا المولد اللي هو مولد الفيض المغناطيسي يقدر يجذب العتله ويرجعها للمقياس الصفري. هذا هو الالكتروماغنتيك. ذا نيتشر كان يعتمد على تغير خواص معينه من سترين، من مقاومه، من كاباسيتنس، من ضغط الى اخره. هذا لا بيعتمد على انه احنا ايش قد نولد طاقه مغناطيسيه، المفروض طاقة مغناطيسية هنا أنا. تعادل وتوازن كفة الميزان. هذا هو باختصار الالكتروماغنتيك بالانس. خلينا نشوف شكله. هذا السترين جيج، هذا الالكترونيك بالانس هذا السترين جيج. شوية خلينا نشوفها. هاي اللود سيل، هاي هي اللود سيل.
مجوفة من الداخل بها هذا التجويف شكله. هنا عندنا البان العينة، ليش بدأ يتغير اللون؟ هنا أنا هاي البان وهنا السامبل، راح تضغط لنا على هذا للأسفل، هذا الشاصي مال الميزان، راح تنحني هاي للأسفل، راح يتغير السترين، راح تتغير قيمة المقاومة، راح يدخل بدائرة كهربائية تحسب لنا ايش قد هذا الوزن. هذا الإلكترونيك، بس كانت مراجعة بسيطة. هذا عندنا الميزان الإلكترومغنتيك، احنا عندنا هنا البان والعينة، وده نضغط للأسفل هاي العتلة راح ترتفع شوية للأعلى. احنا ايش قد نحتاج وزن، من ايش قد نحتاج قوة كهرومغناطيسية تعادل لنا هذا الميزان حتى يرجع للمستوى الصفري. هذا هو فكرة الالكترومغناطيك سيل، او عفوا الالكترومغناطيك بالانس. الالكترومغناطيك بالانس هو اللي غالبا نستعمله بالموازين الاناليتيكال التحليلية، موازين التحليلية. خلينا نشوفكم اياها. هذا الميزان التحليلي اللي هو نوع من انواع الموازين مخصص للقياس بالسب مليغرام، اجزاء الغرام، مايكروغرام والى اخره. ينحط بحجره مغلقه على مود، خلينا نشوف على مود شنو، نسال شويه كم طالب. ليش ينحط الميزان الدقيق؟ لا سمات، انت مشتري ذهب الظاهر وتعرفين ليش. خلينا نشوف غيرك. ليش نحط الميزان الدقيق بداخل حجرة مغلقة أو حجرة بدون هواء؟ خلينا نشوف غير طالب. باقر محمود. نعم دكتور. أي باقر، ليش نخلي الميزان الدقيق بداخل حجرة يعني من الزجاج؟ شايف أهل الذهب أنت؟ شايفهم دكتور؟ ما شايفهم؟ شايف. اي شايف الميزان وين يخلوه؟ دكتور اجاوب؟ دقيقة. ها باقر. ما اعرف والله دكتور. اوكي باقر. دكتور اجاوب؟ دقيقة طلاب. حسن اسعد. حسن أسعد راح نطلعك من المحاضرة إذا ما تجاوب. أي حسن أسعد سويت ريز هاند. كتب بالشات. دقيقة المايك عطلان. أي حسن جاوبني على السؤال اللي سألته. علي حسن. أي علي. دكتور عادة أهل الذهب يخلون غطاء فوق الميزان، يا أما يكون بلاستيكي أو زجاجي دكتور. نعم. عمود الهواء. على عمود الهواء. إذا كان السبلت مشتغل الهواء ليصير على الميزان، عمود لا يتغير الوزن بالغرام. صح. هذا صحيح صحيح صحيح. بأجزاء من الغرام، بس شوي أسوي بأجزاء من الغرام، لأن إحنا ذا نقيس في شيء جدا دقيق، حتى الهواء ممكن يأثر على الوزن، لأن الهواء هم إلى فورس، وهم إلى فلو ديت حول إلى فورس، إلى قوة ضاغطة تضغط على الميزان وتغير لنا القراءة. فينحط هذا الميزان داخل حجرة، هاي الحجرة تمنع الاير تيربولنس أو الهواء أو التيار الهوائي أنه يأثر على الميزان، وبالتالي يأثر لنا على القراءة. بنفس الوقت بعض الموازين الدقيقة جدا يخلون بها فتحات هواء من فوق تسرب الحرارة. في حال كون هذا العينة اللي حطيناها هنا بها حرارة، هذه العينة تشع من عندها حرارة معينة، هاي الحرارة أيضا راح تسوي لنا اضطراب هوائي
بداخل الميزان وراح تغير لنا القراءة، فلا يخلوها تخرج من فتحات. وطبعا الطريقة الأمثل للقياس الحرارة يقول لك لا تخلي مادة حرارتها عالية على الميزان، وإنما لازم المادة حرارتها بدرجة حرارة الغرفة اللي هي 25 سنتيغريد. هاي من أهم عوامل القياس والمؤثر على القياس. هذا هو السبب كان ليش نخلي الميزان الأناليتيكال داخل حجرة، وليش أهل الذهب يخلوه بداخل حجرة أيضا. إذا نرجع على الميزان الإلكتروماغنتيك، هذا الميزان الإلكتروماغنتيك، إحنا عندنا البان، إحنا عندنا الويت، إحنا عندنا الفورس اللي تنزل لنا للأسفل، إحنا هذا المولد اللي يولد لنا قوة كهرومغناطيسية تعاكس الويت. إحنا هذا هذا يولد لنا قوة معاكسة للوزن. هنا هذا عندنا الليفل اللي هو كنا احنا بالميزان العادي، بالميزان العادي ذو الكفتين كان عندنا هنا بيم على جيج، شو نعرف من عنده شو وقت صار الصفر، تمام؟ شلون اللي شرح مرتضى بالفقاعة الهوائية، مو مرتضى بالقبان؟ اي نفس الفكره اللي شرحتها انت، نحتاج فد شيء يقول لنا شو وقت وصلنا للصفر. الصراحه هذا هو فوتوسيل او فد فوتوسيل عباره عن ال اي دي دايود يشع لنا ضوء، وعندنا هنا مستقبل سنسر هنا يستقبل الضوء اللي وصل، وهنا عندنا هاي الليفر اللي جاية تغلق لنا المجال الضوئي هذه، وياها فد بوابة بهالشكل هذا. البوابة من تغلق المجال الضوئي بحيث الضوء ما يوصل للفوتوسيل، معناتها احنا وصلنا للصفر. البوابة من ترتفع بحيث المجال الضوئي يصير خلي شوية نمسح، من ترتفع البوابة بحيث الضوء يقوم يوصل للفوتوسيل الفوتودايود، معناتها احنا عندنا القياس مو صفر، فلازم نوازن القوة، لازم نسلط قوة اكثر على مود ينغلق هذا ونوصل للزيرو بالانس. وهي طبعا احنا دائرة كهربائية امبليفاير انالوج تو ديجيتال والى اخره، وشاشة مايكرو بروسيسر يعالج لنا الإشارة أنالوج تو ديجيتال، يحولها من إشارة أنالوج إلى إشارة ديجيتال. أمبليفاير يكبر لنا هذا الشيء، يكبر لنا الإشارة الصادرة من هذا الفوتوسيل، وبالأخير LCD على مود تطلع لنا القراءة. هذا كان ملخص فكرة الإلكتروماغنتيك بالانس اللي هو غالبا يستعملوه بال Analytical Balance. خلينا نرجع لملزمتنا، شرحنا هسه احنا الالكترونيك بالانس والالكتروماغنتيك بالانس وشرحنا اجزائهن ومكوناتهن، نجي هنا نشوف تكملة الملزمة. دكتور جتني فكرة ثانية افضل. اي نعم، خلي شوية نشوف مرتضى. فد انبوبة وهذا الوزن ينزل بيه الجو، شو عن حلزوني؟ نعم، والتدريجة يطلع بها على الضوء، يعني يطلع الوزن على الضوء. ممكن ممكن نعم، قصدك انه يعني شريط مع الـ LED مقابل شريط من الحساسات وش قد ترتفع. اللي دي يقوله مرتضى، خلينا نرسم لكم اياه الافكار لطيفة. اللي دي يقوله مرتضى انه احنا عندنا فان، هنا عندنا الوزن، وهنا عندنا تدريجات من شريط ستريب LED، وهنا عندنا شريط من حساسات الفوتوسيل، وهنا هاي الليفر اللي هي مال البان بطريقة معينة تغلق لنا عدد
من السنسرات مقابل تسمح لنا بعدد ثاني من السنسرات ان يوصلهم الضوء، وهذا الشيء لازم يعاير على مود نقرج قد الوزن الحالي عندنا. ممكن هذا نطبقها دكتور بالتانكي مال المي، قد منسوب المي بيه، ايش قد منسوب المي؟ صحيح، يعني هي هاي غالبا يستعملوها لقياس المناسيب بتانكي المي. صحيح، شكرا. شكرا لك، العفو. نرجع للمحاضره. as a means of measuring force، كطريقه لقياس القوه، the electromagnetic balance method utilize the electromagnetic force، ان نستعمل الالكترومغناطيك فورس، نولدها من ماجنت اند كويل، نعاكس بها الويت اللي ديد الفورس مال الويت اللي ده تتجه للاسفل والى اخره. الكترومغناطيك تايب اند لود سيل تايب، انواع الالكترومغناطيك، انواع اللود سيل وانواع الالكترومغناطيك. الالكترومغناطيك تونا شرحنا الفكره مالته، شرحنا هذا الجراف شنو يعني وشلون يشتغل الالكترومغناطيك سكيل. اللود سيل تايب شرحنا اربع انواع من عندها، هنا بالمنظمه عندنا نوع واحد. هنا مقارنة بسيطة ما بين الالكترومغناطيك واللود سيل تايب. الالكترومغناطيك كادفانتج، كمميزات، الهاي اكيورسي اللي نفرض هي 0.00001 غرام، وهنا الادفانتج مال اللود سيل سمبل ستراكتشر، تركيبة بسيطة ما يحتاج لا مغناطيس لا أبد، مجرد مقاومة متغيرة وبان وإلى آخره نقيس الفرق. Even large models are easy to make. Large models اللي هي ذكرناها شلون ميزان الهيدروليكي اللي هو نقيس به أوزان الحمولات الكبيرة، هذا الشيء ما نقدر نقيسه بالإلكترومغناطيك. ما من المعقول إنه إحنا نسلط قوة مغناطيسية تساوي لها 20 طن مثلاً، هذا الشيء يحتاج تيار كلش كبير فرح تصير عندنا خسائر بالطاقة. لا، نخلي الكترونيك بالانس من نوع اللود سيل تايب يقيس لنا الأشياء الكبيرة. disadvantages، الدقة محدودة، لنفرض هي الدقة لحد 0.01 أو 0.01 غرام، هاي الدقة. هنا عندنا الكومبلكس ستراكشر، هذا جدا مهم. كومبلكس ستراكشر احنا نحتاجه حتى نقيس الاشياء جدا دقيقه، ما نحتاج نقيس مثلا تفاحه بالمليغرام، لا، نحتاج نقيس المواد الكيميائيه باجزاء المليغرام او المايكروغرام. difficult to downsize، يعني من الصعب انه نصغر حجمه، او بنفس الوقت من الصعب انه نكبره، فهو غالبا الحجم، يعني شنو معناته نصغر حجمه؟ للاشياء جدا دقيقه او نكبر حجمه حتى نقيس الاشياء جدا كبيره، هذا الشيء من الصعب. تطبيقاته ultra precision balance such as analytical balance، تطبيقاته هي analytical balance. هنا تطبيقاته هو simple cheap balance، موجود عندنا بالبيوت، موجود عندنا يم أهل المخضر، حتى أهل المخضر بالجديد بيستعملون ميزان إلكتروني مو ميزان القديم وإلى آخره. الأشياء البسيطة اللي تتطلب دقة قليلة والموازين الكبيرة، هاي عندنا فد فارق جدا مهم. الوينج بروسيجر شلون نقيس؟ هنا شويه الاناليتيكال بالانس بي تحتاج انت طرق، يعني طريقه شلون تبدا بالقياس. هناك انواع عديده من البالانس، ولكن there are only two common weighing procedure، اجراءات القياس. اكو طريقتين هي الشائعة بإجراءات القياس. mass is determined either directly or indirectly by difference both procedure to self-evident إلى آخره. indirect weighing is most often used. indirect weighing اللي هي القياس بالطريقة الغير مباشرة، اللي هي قياس الفورس. you will use an electronic pan balance for all weighing. these balances are positioned
تستخدم انت الميزان الالكتروني لقياس الوزن. هاي الموازين هي دقيقة، لها خواص محببة، سهلة الاستخدام، صلبة، عملية. عملية معناتها كل ما نقيس القياس وأوقات مختلفة من اليوم هي راح تعطينا نفس القياس. عملية معناتها ما راح الجهاز يعطل خلال فترة قصيرة، سريعة الاستخدام، سهلة إلى آخره. And most importantly، أهم فقرة بالإلكترونيك بالانس، هاي طبعا من الأدفانتجز يعني اللي راح يقراها، تأخذ ثواني فقط لقياس الأوبجكت. مثل ما أنت توقف على الميزان الإلكتروني يأخذ ما عندك جزء 3 ثواني حتى يقيس وزنك. There are 3 different brands of electronic balance lab, but they process similar operational characteristics. حتى لو أكو أنواع مختلفة من الميزان الإلكتروني من الشركات الميزان الإلكتروني، هي تقريبا نفس كلهن تعتمد على نفس المبدأ. All displays are object mass directly on LED. كلهن يعطينا قياس مباشر على شاشة LED أو LCD بالعادة، مو LED، LCD. وكلها there and all are sensitive to thousands of place، يعني 0.001 غرام حساسيته. وصلنا الصفحة. ساعة بيش صارت تقريبا؟ 9:44 9:44 وبعد عندنا المحاضرة مال محاضرة العملي إن شاء الله. بعد جيد خلينا نرجع على الجدول. 10:30 دكتور أعتقد... عندنا امتحان 11:30. لعد لهنا خلينا نوقف هاي المحاضرة حتى إن شاء الله نلتقي، ناخذ بريك. المحاضرة راح نكملها على الجزء الثاني، الجزء الثاني، وأيضا ناخذ أعطال الجهاز، صيانة الجهاز، البروتوكول، وطريقة قياس المواد بالميزان الإلكتروني، وناخذ إن شاء الله العملي، محاضرة العمل إن شاء الله بعد هاي المحاضرة. راح نأخذ شوية بريك ونرجع بمحاضرة العملي. بس دقائق خلينا نسجل الحضور مالتكم. نسجل الحضور. الحضور تسجل إلكترونياً. إن شاء الله نلتقينا أنا بمحاضرة العملي اللي هي تقريباً بعد نصف ساعة. لهنا طلاب، أي أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن أنهي التسجيل؟ طيب إذا ما حد عنده سؤال أو استفسار، أي مرتضى؟ ممكن يصير من الزئبق هذا الماي؟ ممكن يصير من الزئبق اللي انت اللي ذكرته، التصميم اللي اي نعم التصميم اللي ذكرته ممكن يصير من الزئبق. طيب انت ما عندك، ما تحتاج شيء غير بس انه بدك تقيس الزيرو الكوليبريم، بدك تقيس الكوليبريم من خلال القبان اللي هو مال البناء، اللي هو نحتاج الفقاعة تكون بالمنتصف. فحتى نقيس الإكوليبريم احنا بس دا نخلي الفقاعة بالمنتصف، فدا نعرف انه الوزن، القوة بالكف اليمنى تساوي القوة بالكف الأيسر. فالزئبق يعني ما اعتقد راح يعطيك اضافة معينة للميزان اللي انت اقترحته. شنو فكرتك شانت عن الزئبق؟ ليش اقترحته؟ لأن حركته تكون أسرع، وتدريجة القراءة كل ما إذا مثل القياس البسيط يقيسه، يعني الوزن البسيط يقيسه. هذا بعد أنت المصمم لازم أنت تشوف.
يكون الحركة مثل الوزن كل ما يكون بسيط يقيسه بالزئبق. هذا الشيء ما أعرف له صراحة، لأنه يعني استخدام الزئبق أنا شايفه بالمحرار يستخدموه لأنه تناسب التمدد مال الزئبق مع الحرارة أفضل من المي، أفضل من عمود المي. دكتور هذا مال الزئبق دكتور جهاز الضغط عمات مطبقي بنوعيات من الدراجات حتى لا تنقلب هاي الدراجة، يعني بأثناء الاصطدام من تنصدم ما تنقلب. حلو. الزئبق يوصل موصل يعتبر أي. يوصل للجهة الثانية، فشون الجاك بيها بسرعة يدفعها للجهة الثانية المعاكسة لها. حلو. للصدمة. فهذا مطبق يعني بيه، والزئبق يعني سريع وموصل حتى ممكن. ممكن انه نقلي هذه السنسرات والحساسات أي. جوا هذا مال الزئبق كل ما توصل حتى يقراها الكترونيا ممكن. ممكن 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 افكار حلوه. الشيء اللي ذكرته انت عن الدراجات اللي ما تنقلب، الافضل تطبيق اللي انا شايفه هو الجيروسكوب. الجيروسكوب هو اداه تستعمل لقياس الاتجاهات، حتى لو كنت انت بالمقلوب تقيس اتجاهك انت. يستخدموه بالطيارات على مود يعرفون اتجاههم وحركتهم. الجيروسكوب يستخدموه بهيك ماطورات، اولا يقيسون به الاتجاه اخاف مالت اكثر من اللازم حتى راح يوقع او لا، وبنفس الوقت اكو يحطون به فلاي ويل بداخل جيروسكوب تخلي الحركه دائما بالمنتصف. احنا نعرف الفلاي ويل بالسياره يخلي التيربولنس بالدوران المحرك اقل لان كتلته اكبر، عزمه يصير اكبر فيثبت عزم المحرك. الفلاي ويل يحطوه بالباطورات هذه اللي يثبت نفسها حتى القوه دائما تكون بالمنتصف، ووزن وزن البايسكل عفوا الدراجه دائما يكون بالمنتصف لا يخرج عن قاعدتها فتميل وتنقلب. اذا شايف هذا الماطور مرتضى لهنا انا اعتقد حتى انتهى وقت المحاضره. ناخذ بريك وان شاء الله نرجع بالمحاضره مال العملي. اي سؤال او استفسار عندكم؟ دكتور ارجو المعذره منك، المحاضره مال العملي ما راح اقدر احضر صار عندي ظرف. يعني راحتك، كان ما عندي مشكله، بس الحضور هو الحضور نفسه، الحضور الالكتروني. أما ما اقدر اجبر احد انه يحضر محاضره او ما يحضرها. اذا ما عندكم اي سؤال او استفسار ثاني حتى نوقف تسجيل المحاضره. نغادر دكتور لو شنو دقيقه خلينا نوقف التسجيل.